فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا متابعينا الكرام داخل وخارج الوطن. أهلا مرحبا بكم مباشرة من هذا الملعب التحفة، ملعب 19 مائي بعنابة، أين يجدد المنتخب الوطني اللقاء مع هؤلاء الأوفياء بعد 12 سنة من الغياب، بعد آخر مواجهة للمنتخب الوطني الذي يعود إلى هذا الملعب التحفة الذي أصبح بالصورة التي تشاهدونها أمامكم بالرايات الوطنية العالية التي ترفع على رؤوس المتابعين والجماهير الجزائرية الوفية كالعادة. هي الصورة الجميلة، هي صورة الشعب والجمهور الجزائري في هذه المباراة الحبية التي لم ينسى من خلالها المحاربين هذا المحارب إسماعيل بن ناصر المصاب والذي يتماثل للشفاء شيئا فشيئا، والذي بإذن الله سيعود إلى تشكيلة المدرب جمال بلماضي التي تعود إلى هنا إلى عنابة عروس الشرق الجزائري في مباراة يستضيف فيها منتخبنا الوطني شقيقه التونسي في أرضية عالمية وفي أجواء خرافية يصنعها الجمهور الذي حضر لمشاهدة رفقاء رياض. عمق جميل هادي لصالح الشعيبي، حكم المباراة يتدخل ويعلن عن مخالفة لمصلحة المنتخب الوطني. بعيدة، رياض يرفعها باتجاه الروس، يتدخل بشيبي، كانت تمر هذه الكرة، كانت تمر كرة شيبي باتجاه رياض محرز، ولكن الدفاع التونسي المباراة منذ البداية وشعر بالخطر. المنتخب الوطني تأهل للمرة العشرين والمنتخب التونسي الذي من المونديال، يعني منذ مباراة الكاميرون 10. زروقي ضاعت له من جبري حنبال، هذا جبري حنبال، حذاري كرة هذه، عودة موفقة من جيتون، ما أروعك يا جيتون بعد الكرة هذه والثنائية، عودة الدفاع، عودة الدفاع عن طريق تفت بالكرة ويلعب على الجهة اليمنى، أن يوجد رياض محرز، رائع رياض ممتاز رياض، خذا الكرة هذه بمراوغة، لم يكن للمدافع التونسي خيار آخر سوى ارتكاب المخالفة. هيا كيف تخلص منه رياض، ولكن هذا رياض والكرة الثابتة تصطدم بشي مرفوع، الكرة من علي العبدي الراسية، أمام أنظار الجميع يتمكن هذا طالب منتصر من افتتاح باب التسجيل لمصلحة المنتخب التونسي في حدود أثناء حيرة، وردة فعل طبيعية من جمال بلماضي على الطريقة التي سعد بها منتصر طالبي وتمكن من اقتناص الهدف الأول لمصلحة فريقه بعد كرة ثابتة من ركني، يعني الركنية الثالثة كانت ثابتة والهدف الأول للمنتخب التونسي في حدود الدقيقة 13 من بداية المباراة. من حيرة الدفاع الجزائري سنشاهد ربما الهدف وكيف أتى منتصر طلبي من 29 للكرات القصيرة، يلعب معنا في البنطالب ثم رياض، يواصل لاعبين الجزائريين، كرة هذه جميلة من شيبي، يلعب زروقي، يطلب هنا بالبنطالب، يتهيأ للتسديد إسلام سليماني، يا تلقى الكرات الكثيرة، هذا إسلام سليماني ضاعت له بنطالب، الكرة هذه مع حنبال بغض النظر، إنها ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الوطني، إنها ضربة رياض، ما أروع رياض، يا غوارديولا، يا غوارديولا، ماذا يقول حكم المباراة؟ غوارديولا الذي لم يقحم رياض في النهائي يرد بهدف رائع وممتاز يعدل به النتيجة لمصلحة المنتخب الوطني بهدوء تام. رياض محرز، ماذا يطالبون اللاعبين التونسيين؟ ولكن الحكم الموريتاني يصر على انه الهدف شرعي
ويصر على أن الفرحة أشرنا لأنها توقفت في لحظة من لحظاتها. جبري حنبال يلعب مع كشميدة توزيعين أنت يا زغ عند عاشور إلياس من يوقفه عاشور إلياس يغلق على نفسه والعودة بقوة جيتون بغداد بن جاء حرايع بغداد راح بن رحمة حكم المباراة يقول واصل اللعب. الثنائية بين بن رحمة وبن نجاح كانت يعني بن رحمة لعبها له توبة جميلة باك شريدة هذا حنبال المجبري وصلها ولكن عوار بن نجاح أكيد بأنه بعد التوزيع من حنبال هذه تدخل من الدفاع مباشرة إلى الركنية إسلام عودة بن طالب التوزيع أحمد طوبة يتقدم نحو الأمام يزيد بالكرة ولكن يرتكب عليه الخطأ بل حكم المباراة يقول التماس لمصلحة المنتخب التونسي. رياض غلق ما زال رياض يحتفظ يعود مرفوعة في القائمة التالية في ركلة الجزاء هل يسدد من هنا فاليري فعلا داري من هذا الانفلات واتي الانطلاق على الجهة اليسرى ماذا يقول حكم المباراة يطالبون بركلة جزاء ولكن ولا شيء يقول حكم وصل اللعب لرجل رياضة يا كرة رياض ما أروع كرة رياض القائمة الأيمن نابع الثنائية أربعة أهداف بألوان المنتخب الوطني اليسرى عودة الدفاع كرة ثانية تصف فعلا الآن هو رياض مرت على الجميع هذه التوزيعة مرت على فوق الرؤوس هاتي الكرة حياة هؤلاء الأنصار الرائعين مع تحية ضايع كرة صعبة لمصلحة المنتخب الوطني وبالرحمة رايع عوار ويسددها حتى منيرة من عيدوني الشيبي وليس بونجا ما أروع من تسديدة يخرج كامل البراعة وكامل بونجاح وصلت لبونجاح لعب مع رياض يعود لشيبي يرفعها في القائمة الثانية راسية من بونجاح جاءت في أفضل وأحلى الظروف ولشيد الركنية وحداري من الكرة الثابتة سليمان أنس تتويج الوحيد بلقب نهائيات كأس أمم إفريقيا لريس يبحث عن رياض يزيد لريس يوزعها ولكن Mark the location. Mark the location. حصل استنى ما هو عند الدروب